دكتورة منى هتعرفها لنا كويس قوي قوي، ومع مداخلة دكتور إبراهيم. بس الأول دكتورة منى معانا، عرفينا بقى. تمام يا حبيبتي. مشروع الأهرامات الخضراء أو مقترح الأهرامات الخضراء اللي تقدم بيه الدكتور إبراهيم أصلان، مؤسس هذه المشروعات والمشرف العام في مجموعة البنيان والأهرامات الخضراء، هو نوع من التصور والرؤية عن إقامة أهرامات ناطحات سحاب فندقية تشمل أنشطة سياحية وتعليمية وفندقية، وتعبر عن مصر الجميلة في تعاون مع السعودية، المملكة العربية السعودية الغالية، حتى هو بيسميها جسر الأشقاء ما بين السعودية وما بين مصر. إحنا مصر الجميلة أم الدنيا، بتشتهر بالأهرامات اللي كلنا عارفين إن كل السياح من كل أنحاء العالم بيجوا علشان يشوفوا أهرامات مصر في الجيزة. هو بقى فكرته إنه حب ينقل هذه الفكرة بصورة حضارية سياحية تخدم السياحة وتخدم المناطق المراد إنها تكون قبلة للسياح ولأنشطة المستثمرين. فاقترح مشروع الأهرامات الخضراء إنشاء ثلاثة أهرامات خضراء ناطحات سحاب، وهي اسمها خضراء لأنها صديقة للبيئة ولأنها تبقى محاطة ومغطاة بالخضرة. وطبعا كلنا عارفين إن الخضرة صديقة للبيئة لأن النباتات الخضراء بتطلع أكسجين وبتنقي الهواء. فالحقيقة إحنا فكرنا إن بما إنها ناطحات سحاب فندقية عملاقة، يبقى المكان المناسب لها واللي ممكن يبقى فيه استثمار بمليارات بقى، ونجد هذه الاستثمارات من المستثمرين ومن جلالة الملك سلمان ومن سمو الأمير ولي العهد محمد بن سلمان، اللي هم مهتمين جدا بإنشاء مدينة نيوم السياحية والمشروع الكبير قوي اللي هيخلي يعني جذب منطقة جذب جميلة قوي لكل السياح ولكل الأنشطة. فإحنا اقترحنا إن يبقى هذا المشروع يعني مش في شرم الشيخ، لا، لأن شرم الشيخ مصممة بحيث تكون المناطق السياحية بيها والفنادق دور واحد أو دورين، في منتجعات جميلة جدا لا تسمح بإنشاء ناطحات سحاب. فالحقيقة كان اقترحنا إن إحنا نوجه نداء وأمل إن مشروع دكتور إبراهيم للأهرامات الخضراء يكون ضمن مشروعات مدينة نيوم العملاقة. وإحنا كجروب أو كمجموعة البنيان للتواصل العلمي والإنساني والمجموعة البنيان والأهرامات الخضراء،